تأمنوا بهذا المشروع، تعتبروه بداية جديدة، تنويع جديد في الحياة متاعكم، ويفتح لكم إن شاء الله أبواب أخرى في مشاريع أخرى. أنه هذا العمل يكون فكرته لما تشوفوها تطلعوا عليها، يعني يكون في مستوى الانتظارات. بالعبد فرحني بزاف يوسف كي قال لي بلي نديرو هادي. انا في رؤيا راني نشوف بلي لازم يكون الفيلم يكون ريتم خفيف، نعتمد على الصوت والموسيقى بتاثيرات المؤثر، يكون الصوره تكون مخدومه مليح، الحركه يكون فيه حركه، فيه يكون فيلم اللي يقدر، انا في رايي اولا يعجب الشباب، ثانيا يقدر ما يستقطب الاطفال والعائله بشكل عام. جميل جدا ان الفكره هذه يكون عندها الصدى الكبير، لانه الشباب ماهوش كل في العاصمه، يعني كاين ناس راهم في اقصى الجنوب وربما عندهم افكار ما تقدرش تشوفها تتحيل. يعني الفيلم تشعر الناس اللي فيه نقله نوعيه جديده في السينما، وصلوا الى الشباب هذو اللي راهم في 48 الى هذو اللي يعملوا اشياء اللي كاين بعض منهم نعرفوهم كاين ما نعرفوهمش. نشكر يوسف ويحيى المزاحم لانه على بالي بلي قاموا بعمل كبير باش تلاقاو بكل هاد الشباب وجابوهم اليوم حضروا معنا.